مسكم الله بالخير يا أهل الخير. شوفوا الحبيب هذا اسمه يوسف بنجر. كم سنة لنا نعرف بعض يا أستاذ يوسف؟ 15 سنة؟ إيه 15 سنة. فلوق اليوم عبارة عن الاحتفال باليوم العالمي للقهوة. الأسبوع العالمي للقهوة. مسوين فعالية أهل جدة الكيو بيبل مسوينه فين؟ البوليفارد KSA. سوين الويك كوفي ويك. كوفي ويك. ويك of the coffee. Yes. Specialty coffee. We're gonna drink specialty coffee. drink some Chemex and some V60. شوف والله أنا وهو رايحين لسبب واحد. نبغى نشوف أي واحد. تعرف الحركة اللي سووها حقت القلوب آخر شيء فوق تعرفها؟ اللي لما يسوي قلب بالقهوة فوق الفوم. نبغى نشوف إذا أحد يقدر يسوي صورة عري. أنا شفت باندا. باندا؟ ايه حق... هوب باندا. افترض هنا نجرب كل انواع القهوة من العربية للأجنبية للإيطالية اللي انت فاهم في القهوة ولا بس من كيسك دحين قاعد ترميلي هكذا؟ يعني احاول اسوي سبيشالتي كوفي. طيب وديني خليني أجرب some speciality coffee. يوسف أبغى لا تنسى كابتشينو هيزلنت بصورة إيش؟ بسه؟ عري بسه في عينك هذا في الشاطئ يقولي بس. هي ما هي بسه بس شكل بسه كداب. ما هي بسه هذا شكل عري مشخ. هذا جنين ميت. محمد بخريف. والله. الله بالعراري. العري المنظم. انت تفهم في القهوة؟ انت فاهم في القهوة؟ ولا شيء زيرو. بس جاي عشانك منظم. ايوه. حب البرستيج حق احنا كلنا جايين عشان القهوة، مو عشان اي سبب ثاني. سيدي يوسف. انا فيه. نعطي الفعالية كم من 10؟ نعطي الفعالية يعني بما انه ما في المكان المفروض 10 من 10 بس يعني عشان ما اسوي عري بالقهوه. والله فشل ذريع. فشل ذريع. لا لا عندي ملاحظه بس صغيره يعني عادي بس المكان مره جميل بس الجو حر حر يعني ما ينفع قهوه وحر ورطوبه واليوم رطوبه بجدة ولا كان الوضع ترى لطيف جدا يعني بس حلو الفعاليه ماشي حالها لطيفه وباركتها طبعا هيئة الترفيه هي وباركتها ما نعرف ليش هي دعمت يوم القهوه او الاسبوع القهوه بس لعيونكم احنا راضيين نشوفكم على خير يا جماعه الخير.